على الجهة اليسار يمرر الكرة باتجاه فيرنر، هذه المرة بيد لاعب يد عمرو هوساوي عمر من يضع الكرة في شباك المنتخب السعودي. لا أعتقد بأن الألمان بحاجة لمثل هذه المساعدات. هذه المرة ألمانيا تسجل هدف ثاني بواسطة مدافع المنتخب السعودي عمر هوساوي. لاحظوا اللقطة مرة ثانية، فيرنر صنع الهجمة الماضية وعمر هوساوي أودعها الشباك، وبالتالي هدف ثاني لصالح المنتخب الألماني يتقدم به في مباراة الليلة بنفس الأسلوب الذي جاء به الهدف الأول. إذن يستنسخ أسلوب الهدف الأول، لكن هذه المرة فقط الذي تغير أنه من سجل ليس فيرنر بل فيرنر من صنع